سوف تقرؤون هذا الوزن الإلهي. النسبة الذهبية شيء محير مدهش جدا أيها الإخوة. ألف على باء يساوي ألف باء خط كله على ألف. هذا هو الريشو. إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة. قال أستطيع أن أقول إنني تقريبا وضعت يدي على سر الجمال. 1.6 من عشرة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يمكن لكل أحد أن يستجلي مجالي ومظاهر الجمال الإلهي في كل شيء وبسهولة. يتحسس هذا بالفطرة. بفطرته يشعر الجمال في الكون أيها الإخوة. في كل شيء له آية. أحسن كل شيء خلقه. ويمكن له أن يتخصص وأن يغوص ويتعمق ويتغمق أيها الإخوة في الأعماق والأغماق ليستجلي شيئا من دستورية هذا الجمال. يصوغه بطريقة رياضية. ماتماتكس رياضيات ممكن موجود وقد فعل ولا يزال يفعل هذا المفكرون الكبار العلماء الفخام الفلاسفة والحالمون والفنانون يفعلون هذا أيها الإخوة. نعم موجود. هذا يعكس أيضا يعكس جماله لا إله إلا هو المأخوذ من جمال صفاته المعبر عنه بجمال أفعاله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. لكنه قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كأن البداية تكون بالنظر في هذا الإنسان أيها الإخوة وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونظر الإنسان من قديم أيها الإخوة إقليدس أو إقليدس كما يسميه العرب والمسلمون إقليدس العالم المهندس والرياضي اليوناني الإغريقي الشهير وجد أن هناك نسبة عجيبة تتجلى في أشياء كثيرة. نسبة عجيبة أطلق عليها فيما بعد النسبة الذهبية Golden Ratio. النسبة الذهبية نسبة معينة سأوضحها لكم بطريقة بسيطة جدا. لدينا الآن هذا الخط الطويل سنقسمه إلى قسمين، قسم أطول وقسم أقصر. قسم الأطول سنسميه ألف والقسم الأقصر سنسميه ماذا؟ باء. والخط كله بقسميه هو ألف باء. هو ألف باء. جميل. الآن نسبة يعني حاصل قسمة ألف على باء تساوي حاصل قسمة ألف باء على ألف. هذا الجولدن ريشيو ببساطة. ووجد بعد ذلك أنها تساوي بالتقريب 1.6 ما 6.813 إلى آخره. المهم 1.6 اسمها النسبة الذهبية. هذه النسبة نسبة أثيرة ومحبوبة جدا لدى الرسامين بل حتى لدى الموسيقيين أيها الإخوة والملحنين الكبار لدى المثالين والنحاتين لدى المهندسين المعماريين. نسبة مقدسة هذه وتسمى على فكرة النسبة الذهبية المقدسة. النسبة الذهبية المقدسة مهمة أيضا لدى علماء النبات. يجدوها مهمة جدا في علم النبات. سأحدثكم عن هذا. والقرآن يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. سوف تقرؤون هذا الوزن الإلهي. النسبة الذهبية شيء محير مدهش جدا أيها الإخوة أيضا لدى علماء التشريح. كل من درس التشريح حتى بطريقة بدائية ليوناردو دافنشي اهتم بهذه النسبة جدا وأدركها. أدرك أن الجسد الإنساني محكوم بالنسبة الذهبية وهذا سر جماله واتزانه. جماله استطاقيا اتزانه وظفيا هو هذا سر الجمال والاتزان في الخلقة الإنسانية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وللتبسيط أيها الإخوة يقال إن هناك مركزا للكتلة الماس مركز الكتلة في الإنسان. ومعنى كونه مركزا لكتلة الإنسان
أن ما فوقه يعادل ما تحته، وما على يمينه يساوي ما على يساره. وقد وجد أن هذا المركز الوهمي، طبعاً هو مركز وهمي، أن هذا المركز الوهمي موجود حول منطقة السرة. فقاس العلماء، قاس الفنانون، ليوناردو دافنشي قاس هذا، وفهم هذا أدركه بشكل ذكي جداً جداً. فالرجل لم يكن مجرد رسام فقط، كان مهندساً ومشرحاً وصاحب خيال علمي واسع جداً. وجدوا أن حاصل قسمة ما تحت مركز الكتلة إلى أسفل القدم على ما فوقها إلى أعلى الرأس يساوي النسبة الذهبية 1.6. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شيء غريب جداً، شيء غريب جداً. ثم بعد ذلك وجدوا هذه النسبة تتكرر بشكل يكاد يكون لا نهائياً، أشياء لا أول لها من آخر. يعني الكف مثلاً أيها الإخوة، الكف إلى الرسغ، من الرسغ إلى الكوع أو المرفق أيها الإخوة، هذه المسافة على هذه المسافة تساوي النسبة الذهبية. ثم نفس المبدأ، نفس المبدأ ألف وباء، هذا نفس المبدأ، هذه المسافة إذا جعلناها مقاماً للمسافة كلها النسبة الذهبية نفس الشيء. خذ السبابة مثلاً بعقيها الأربع، ستجد أنها 2-3-5-8 نسب الطول تقريباً 2-3-5-8. إيش 2-3-5-8؟ هذه متتالية أو متسلسلة أو متتابعة ليوناردو فيبوناتشي، الرياضي الإيطالي الشهير في القرن 12 الميلادي، التي اكتشفها لدى دراسته لتوالد وتكاثر الأرانب، وأراد أن يدرس تكاثر الأرانب، ثم أصبحت متتابعة شهيرة إلى اليوم، متتالية فيبوناتشي. فيبوناتشي إيش هي؟ هذه متتالية سهلة جداً جداً، تبدأ 0-1-1، بعضهم يحذف الصفر لكن الدقيق يبقى 0-1-1-2، بعدين 3-5-8-5-13-21. وإيش الباترن؟ إيش النمط اللي فيها؟ يمكن بالحساب البسيط بالنظر، هناك نمط، ما هو؟ كل قيمة، كل عنصر فيها يساوي حاصل جمع العنصرين قبله، هذه متتالية فيبوناتشي بس. طيب بعدين من مزايا متتالية فيبوناتشي أنك لو قسمت أي عنصر على العنصر الذي قبله النسبة الذهبية، وكلما صاعدت مرتقياً تكون أقرب إلى النسبة الذهبية بشكل دقيق جداً. شفت؟ يعني 3-2 قريب من النسبة الذهبية، 5-3 أقوى في الاقتراب من النسبة الذهبية، 8-5 أقوى وأقوى، 13-8 أقوى، 21-13 وهكذا تصبح تماماً هي النسبة الذهبية. هذه هي خاصية متتالية فيبوناتشي، وهذا علاقة هذه المتتالية بالنسبة الذهبية. دائماً إذا قرأت أو سمعت متتالية فيبوناتشي، متسلسلة متتابعة، إذا لها علاقة بالنسبة الذهبية، لها علاقة بالنسبة الذهبية. فيما يختص بعقل أصابعنا أيها الإخوة، هناك متتالية فيبوناتشي، إذن النسبة بين العقل محكومة بالنسبة الذهبية، النسبة بين عقل الأصابع هي النسبة الذهبية. شيء عجيب جداً، شيء عجيب جداً. لو قسمنا طول الوجه أيها الإخوة على عرضه النسبة الذهبية، لذلك الوجه جميل ومريح، وجه الإنسان العالم ستيفن مارك أوت، دكتور هذا في الطب مشهور جداً وجراح ومهتم جداً بعمليات بعملية وفلسفة الجمال، درس هذا الموضوع على فكرة بين قوسين، هذا ما يميز الباحث والعالم الغربي عن الباحث العربي والشرقي عموماً، لديهم طول نفس، لديهم تخصص دقيق جداً جداً. إذا أمعنوا في مسألة أيها الإخوة لا يتركونها حتى يقتلوها درساً وفحماً وفهماً وتعمقاً. 25 سنة درسها، 25 سنة طبيب وجراح أيها الإخوة، ويدرس له دراسات في فلسفة الجمال وعلم الجمال. بعد 25 سنة قال أستطيع أن أقول إنني تقريباً وضعت يدي على سر الجمال الذي يمكن أن يصاغ بعبارة رياضية. ما هو سر الجمال؟ قال كامن في النسبة الذهبية، كل شيء. وأتكلم حتى القواطع، قواطع الإنسان، القواطع العلوية، النسبة أيها الإخوة الحاكم عليها هي النسبة الذهبية، بين ارتفاعي مثلاً وعرضي النسبة الذهبية، هذا هو. وكلما عكس الإنسان في أعضائه وأجزائه المختلفة
النسبة الذهبية كان أقرب إلى مثال الجمال، موديل، هذا مثال الجمال. لذلك الدكتور ستيفن مارك أوت بعد 25 سنة من الدراسة أيها الإخوة صنع قناعاً، ليس قناعاً سحرياً، لا، قناعاً جمالياً استتيقياً، صنع قناعاً أيها الإخوة، وجعل يطبق مقاييسه خاصة النسبة الذهبية على أشهر الرجال الوسيمين والنساء والفتيات الجميلات. فعلاً الأكثر جمالاً أيها الإخوة هو الذي ينطبق عليه القناع، لأن القناع محكومة النسب فيه بين أي كل أعضاء الوجه من كل الزوايا بالنسبة الذهبية. سبحان الله، الأجمل في نظر الناس، معظم الناس يقول هذا الأجمل، هذا الممثل هو الأجمل على الإطلاق، لديه جاذبية أتراكتيف خاصة جداً جداً، سبحان الله ينطبق على القناع تماماً لأن جماله محكوم بالنسبة الذهبية. بعض الناس أحياناً ترى أن تقاطيعه أيها الإخوة أعضاء وجهه كل شيء منها على حدة جميل، لكنه في المجمل هكذا ليس جميلاً، ونعبر عنه بطريقة هلامية، نقول دمه ثقيل غير مستخف، لا فيش تناسب بين بعض الأعضاء، التناسب مفقود، شيء زيادة على اللزوم كذا، فتختل النسبة الذهبية، راح الجمال، مع أن كل تقطيع على حدة جميل، أخذه على حدة هو جميل نسبة. ولذلك يقرر المولى تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم على الإطلاق، لأنه أكثر بنية، أكثر معمار، أكثر استراكشر أيها الإخوة يتجلى فيه النسبة الذهبية وتتكرر فيه باستمرار. طبعاً النسبة الذهبية ظاهرة في أشياء تعز على العد والحصر. تعرفون انثناءات أمواج البحر محكومة بالنسبة الذهبية، العلماء يتأكدون مثلاً شيء إليك تصدق الصدف أيها الإخوة، الحلزوني هذا الصدف هيوتولس شيل محكوم بالنسبة الذهبية، هذا الحلزون محكوم بالنسبة الذهبية وبدقة، شيء عجيب أيها الإخوة دوار الشمس محكوم بالنسبة الذهبية، يسمونها عباد الشمس، الفيروسات في بعض أوضاعها محكوم بالنسبة الذهبية الحامض النووي منزوع الأكسجين DNA أيها الإخوة إذا وضعت طوله على عرضه بالأنجستروم بالضبط النسبة الذهبية والطول على العرض بيساوي النسبة الذهبية 1.6 من 10، شيء غريب، كل شيء موزون، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. النجوم والكواكب في كثير من أوضاعها محكومة بالنسبة الذهبية، بالنسبة الذهبية، وهي نسبة ثابتة، وهي نسبة ثابتة إلى آخر الأخير. طبعاً المعمار الإنساني طبعاً عن وعي وعن قصد، كثير من المعماريين فعلوا هذا عن وعي وعن قصد وأرادوا أن يعكسوا، كثير من الرسامين ومن آخرهم سلفادور دالي كان يعكس النسبة الذهبية، وخاصة في لوحته الأشهر السر المقدس للعشاء الأخير سكنت أبو ثلاث صبا في هذه اللوحة واضح جدا أنه أراد أن يعكس النسبة الذهبية في أكثر من شكل، أشياء كثيرة عكس فيها النسبة الذهبية عن تعمد. ليوناردو دافنشي في معظم لوحاته paintings كان يعكس النسبة الذهبية، في الموناليزا واضح جدا، في القديس سانت جيروم أيها الإخوة يعكس النسبة الذهبية، المستطيل نفسه مستطيل اللوحة هو المستطيل الذهبي، طول على عرضه 1.6، في الداخل 1.6، المهم قصص كثيرة في المعمار كثير. أكثر كاتدرائيات أوروبا أيها الإخوة المشهورة فرنسا وغيرها محكومة بالنسبة الذهبية، المهندس المعماري تقصد هذا لأنه يعطي جمالاً، يعطي راحة للإنسان، راحة غير عادية وشعور بالجمالية، وشعور بالجمالية البانثينون محكوم بالنسبة الذهبية، أعمال النحات الإغريقي الشهير فيدياس 430 قبل الميلاد أكثرها محكومة بالنسبة الذهبية عن وعي، كان يتقصد ذلك أفيدياس يتقصد ذلك حتى في تماثيله، جامع عقبة في الخيروان أيها الإخوة محكوم بالنسبة الذهبية، شيء غريب المساحة العامة إلى مساحة الفناء النسبة الذهبية، أشياء كثيرة في المنار محكوم بالنسبة الذهبية، موجود المهندس المسلم أدرك هذا بحسه الجمالي الفطري، حس إلهي، تحسس للجمال أيها الإخوة. فنأتي الآن إلى النبات أيها الإخوة، إلى النباتات، فيلوتوكسي أو فيلوتوكسيز، إيش الفيلوتوكسي؟ بالألمانية بلاتشتيلونج، اللي هو توزع الأوراق على الغصن. كيف تتوزع الأوراق على على الغصن؟ شيء عجيب، يعني من القرون الوسطى بدأ الناس يدركون أن هذا التوزع ليس عشوائياً، وأنبتنا فيها من كل شيء
موزون، أدركوا أن هذا التوزع ليس عشوائياً، لكنهم لم يضعوا الأصبع عليه بالضبط. كيف هو منتظم؟ كيف هو نظامي؟ كيف هو جمالي؟ لم يعرفوا. لكن بدأ هذا يتبلور مع مطلع القرن التاسع عشر. عالم النبات الشهير ألكسندر براون، ألكسندر براون كان ذكياً جداً وله اليد الطولة في هذا الباب. ماذا اصطنع هذا الرجل أو ماذا فعل؟ أتى إلى غصن ورسم خطاً بحسب الإمكان أيها الإخوة على الغصن يصل بين قواعد الأوراق. الورقة إيه؟ كل ورقة عندها إيه؟ القاعدة تنطلق منها على الغصن، فيصل بين قواعد إيه؟ الأوراق، يصل بين قواعد الأوراق، فانتهى إلى نتيجة مثيرة بالنسبة إليه. exciting. وجد إخواني وأخواتي أن هذا يشكل منحناً حلزونياً، منحناً حلزونياً فيه نوع من السيمترية. بغض النظر بدأت من اليمين بدأت من اليسار، يعني عكسته هيك أو هيك، بنفس الطريقة يبقى بنفس الطريقة، وسمي بالمنحنى الحلزوني المنشئ، أسموه المنحنى الحلزوني المنشئ. هذه كانت البداية مع ألكسندر براون. بعدين دخل مع شامبر عالم النبات الآخر شهير أيضا، نعم، فأراد أن يحسب زاوية الانفراج. زاوية الانفراج إيه زاوية الانفراج؟ يعني قاعدة ورقة معينة وبعدين الورقة التي تليها، يعني التي تأتي فوقها. لاحظ كلاهما شامبر وبراون أن هذه الزاوية، زاوية الانفراج، تبقى ثابتة. والعجيب ليس في الغصن الواحد ولا في أغصان نبتة واحدة ولا في أغصان أيها الإخوة أشجار تنتمي إلى النوع الواحد، بالعكس، بل في أغصان أشجار تنتمي إلى أنواع متعددة، في ثبات في الانفراج. شيء غريب جدا، اتزان عجيب. بعد ذلك قام براون أيها الإخوة مع صديقه بعمل أكثر إثارة، بعمل أكثر إثارة. ما هو؟ استخلص منه دستورا شبه رياضي، أو دستور في الحقيقة رياضي، دستور رياضي له علاقة بالانفراج. وجد أن عدد دورات الحلزون المنشئ، المنحنى الحلزوني يعني المنشئ أيها الإخوة، إذا جعلناه في البسط وجعلنا في المقام عدد الأوراق الموجودة في هذه المنطقة، تصور يعني بين ورقة وورقة والدورات وتحت عدد الأوراق، يساوي دائما عناصر، هي عناصر متتالية في بوناتشي، يعني 1 1 2 3 5 8 13 21 إلى آخره، نفس العناصر. معناها كل ذلك محكوم بماذا؟ محكوم بالنسبة الذهبية، لأنه من خصائص متتالية في بوناتشي ما ذكرناه، لو قسمنا أي عنصر على الذي قبله تكون دائما النسبة الذهبية، كلما تصاعدنا نكون أقرب إلى الجولدن ريشو أو النسبة الذهبية. وهكذا أيها الإخوة أمكن إذا جاز القول البرهنة على ما ذكرته في مقدمة خطبتي هذه. هذه اجتهاد مني، هذه قاعدة أنا ألفتها كذا، وأنا يعني أحببت أن أدلي بها أن الله تبوا. هذا محصول وفائدة الأمر الإلهي بأن نتفكر وأن نتلو كتابه وأن نتفكر في كتابه وفي خلقه. ما الفائدة؟ أن الله يخبرنا عن حقيقة معينة، يقول مثلا نحن خلقنا النباتات وهي موزونة ولا نستطيع أن نثبت موزونيتها هذه. ما الفائدة؟ كلام. يأتيك ملحد يقول لك هذا كلام، تهويمات من محمد يفتأت فيها إله المفروض اللي هو غير موجود. وين موزون؟ ما في شيء موزون، هذه شغلات عشوائية، هذه شغلات عشوائية. لكن حين يبرهن هذا وبصيغة علمية وبدستور رياضي، هنا أيها الإخوة يصح أن هذا الكلام من لدن الله لا إله إلا هو. قال عز من قائل: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله أكبر، هذه الآية تهزني وتهز كل مؤمن ومؤمنة. الله يقول هذا القرآن، تتساءل عمن أنزله؟ أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وعلى الركب العلمي، على مشوار البحث العلمي أيها الإخوة، إلى أن يطوي الله بساط هذه الدنيا، أن يظل متابعاً تقدمه وكشفه وفهمه، لكي يكشف عن مجال هذا السر الإلهي. نأتي الآن إلى مكة المكرمة. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة.